بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كورس تنفيذ الشباب بنتكلم عن الأعمال الترابية، وموضوعنا هو الحوائط السامدة، وموضوعنا النهاردة عن خوازيق السامدة للحفر بطريقة الـ CFA. طيب، أسلوب اللي احنا هنبدأ نتكلم فيه النهاردة، عندنا مشروع، المشروع دوت هنعمل له الخوازيق بتاعته. المشروع زي ما حضرتك شايف فيه مبنى قائم، صح؟ المبنى اللي هناك دوت، وعايزين نبدأ تحت بيعملوا الحوائط السامدة، الخوازيق اللي حضرتك شايفها تحت دي. الخوازيق اللي هو عاملها تحت دي عاملها تحت منخفضة، لأن المبنى دوت منسوب التأسيس بتاعه منخفض، فهو بقدر الإمكان بيحفر الجزء المسموح إن هو يحفره، لأن الجزء اللي لما يكون المسموح إن هو يحفره هيوفر معاه وقت وجهد، هيوفر معاه تكلفة، هيوفر معاه حديد، هيوفر معاه خرسانات، هيوفر معاه يعني شغل كتير جدا. كل ده بيبدأ يحفر لغاية المنسوب المقبول بالنسبة له، بعد كده هيبدأ يعمل الحوائط السامدة، الخوازيق اللي موجودة. طيب، أدي الحوائط السامدة للشارع اللي موجودة، الخوازيق ديت، خوازيق سامدة. أول حاجة بيعملها، أول خطوة بيعملها في التنفيذ، إن هو بيجهز شبكة الحديد أو قفص الحديد اللي موجود. القفص الحديد اللي هو يجهزه دوت هنعمل فيديو مخصص لإزاي بنعمل القفص الحديد دوت، ولكن خطوة أولى بعد عملية الحفر للمنسوب المطلوب يبدأ يحقق ويجهز الخوازيق اللي هيعمل بيها سند الجوانب الحفر. طيب، جهز الحديد بتاعه، ونلاحظ إن الحديد هنا خلاص جاهز، تقريبا كل الحديد، كل الفص الحديد تقريبا بقى جاهزة، تلاحظ إن هو مدبب في المقدمة. طيب، الشكل ده الحديد جهز. العملية اللي هتحصل بعد كده عملية الحفر. عملية الحفر بأسلوب البريمة والمعدة CFA، ويبدأ يشتغل في الحفر، حفر الدوار الروتري، الحفر البريمي بالمنظر اللي حضرتك شايفه. طيب، خطوات التنفيذ يا شباب، خطوة رقم واحد حفر الدريل الدائري زي ما حضرتك شايفين، دي الخطوة الأولى. طيب، إيه هي الخطوة الثانية؟ الكل هيظن ان الخطوة التانية هي انزال شبكة الحديد. لا يا شباب، اخر خطوة هي انزال شبكة الحديد في الطريقة اللي معانا النهاردة. الطريقة اللي معانا اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي هي طريقة ان احنا بنشتغل بالخرسانة قبل الحديد. طب ليه بنعمل الخرسانة قبل الحديد؟ حضرتك دلوقتي بعد ما تنتهي من الحفر هيحصل ايه؟ هيحصل ان هو هيشيل البريمة وهيطلع بيها لغاية فوق. طب لو شال البريمة جوانب الحفر هيحصلها تهيج، هو عشان يسند جوانب الحفر بيتم عملية الصب. بيتم عملية الصب امتى؟ وهو طالع، يبقى وهو نازل بيحفر وهو طالع بيصب، يبقى دي الخطوة التانية، وهو طالع بيصب، والكلام ده قلناه في المقدمة بتاعت الخوازيق. فهيحفر الخطوة الأولى، خطوة رقم اتنين هيصب، هيصب من الأسفل للأعلى، وهو موجود في الأسفل بيبدأ يرتفع بالبريمة، وكل ما ارتفع بالبريمة كل ما صب. طبعا بيكون الصب الخرسانه سابق رفع البريمه، بحيث ان ما يحصلش فراغ في الخرسانه اللي موجود. بعد ما ينتهي من عمليه الصب يبدا ينزل، يتم عمليه انزال شبكه الحديد او قفص الحديد اللي هو الستيل كيج بالمنظر ده. فادي الحفر اللي موجود وبالشكل اللي حضراتكم شايفينه، ده الاسلوب بتاع الحفر، شغال حفر البريمة بالاسلوب دوت، وهو طالع يبدأ يصب الخرسانة في المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها عمال يحفر. بعد كده تيجي مرحلة الصب. عايز حضرتك تلاحظ في مرحلة الصب ان في هنا ليندا او خط ضغط اللي هو بتاع البمب، شايف المواسير والخراطيم اللي موجودة، اللي، الخرطوم، الماسورة، الليندا، اهي طلع لغاية فوق، نزلت تاني وطلعت فوق ودخلت جوه خط البريمة. الماسوره البريمه اللي هي بتلف ديت جواها خط من جوه كور، الكور اللي جواها دوت هو اللي بيصب منه. فهتلاحظ ان الماسوره الداخليه اللي جوه دي هي اللي بيصب عن طريقها الخرسانه الداخليه. وادي الاسمنت وبيجهز المحتوى الاسمنتي بتاعه وبيبدا يصب الخرسانه من الداخل، ويدخل الخرسانه داخل المواسير ديت. لاحظ تحت ادي الماسوره بتاعت الصب وتدخل فوق لغاية ما يدخلها داخل اللندة كده، داخل الماسورة بتاعت الكور ده بالشكل ده. حضرتك شايف هنا الماسورة بتاعت الكور ديت، وادي اللندة بيدخل خرسانة من داخلها.
نفس فكرة الجسات لما كنا بنخلي المية تنزل مع الكور اللي بيفصل أو بيحفر داخل التربة. أدي اللي عندها شباب في الأرض، هي دي اللي بتضخ الخرسانة. بتضخ الخرسانة قبل ما يرتفع بالبرين، يبقى وهو نازل بيحفر وهو طالع بيصب. بعد ما يخلص صب هيبقى ده الشكل المنظر بتاعه. بعد كده هي نفس المكنة فيها الونش أو اللي بيرفع البريمة دوت، هيرفع بيها عن طريقها شبكة الحديد ديت أو قفص الحديد. هيرفع قفص الحديد اللي موجود اللي حضرتك شايفينه عن طريق الواير دوت، بيرفعه لغاية الأعلى، وبعد كده يبدأ يحط راسه على الفراغ بتاع الخوازيق اللي هو صبها خرسان. بتلاحظ إن العمال بيتعلقوا في القفص الحديدي وكمان بيتسلقوا عليه بحيث إن وزنه يزيد. وكمان بعد كده يبدأ يجيب، بعد ما يوصل بوزن وزن القفص الحديدي بينزل بوزنه في الفراغ بتاع الحفرة بتاعته، بيبدأ يجيب تقل الواير الونش اللي كان شايل القفص الحديد، بيتفك من القفص الحديد وبعد كده بيتعلق في التقل الحديد دوت. اللودر بيكون جايبه له ويبدأ يشيله ويحطه على رأس الخوازيق وينزل بيه التقل بالمنظر ده. طبعا العامل اللي فوق ده بعيدا عن الموضوع السيفتي، فهو بيظبط الرأسية بتاعته، بيدخل التقل على الرأس الخوازيق بحيث ان ينزل يزود التقل بتاعه وينزل بوزنه، فيبدأ الوزن بتاعه يزيد ويبدأ ينزل واحدة واحدة لغاية ما ينزل تحت. يظبط التقل على الخوازيق وينزل بيه الوزن بتاعه بالاسلوب اللي حضرتك شايفينه ده. كل المشاريع كلها بتحصل بنفس الاسلوب ده لغاية ما ينزل تحت. طبعا الناس اللي واقفة تحت بالواير كده بتشد التقل لغاية ما تظبط التقل مظبوط على القفص الحديدي وينزل بيه للنهاية. ده الاسلوب ده الناس بقى العمال بيتسلقوا بحيث ان هم يزودوا وزنه، يزودوا وزن القفص الحديد واحد ورا التاني ورا التالت لغاية ما القفص ينزل بالكامل. حضرتك شايفين بيتعلقوا فيه ازاي لغاية ما وزنه يزيد جدا. ادي المنظر اللي هما بيتعلقوا بيه، وزنه يزيد وينزل لغاية الأسفل تماما، لغاية ما تلاحظ إن التقل بقى خلاص موجود تحت والشبك وقفص الحديد وصل للنهاية بالشكل ده. خلاص التقل نزل على الأرض تماما بالشكل ده يا شباب. طبعا هنا كمان اللودر كان بيحاول يضغطه للأسفل. يعني في النهاية خلصت الموضوع بتاع إنزال شبكة الحديد. طبعا الحديد هو نازل بيهز الخرسانة، يعني بيقلل الفراغات اللي موجودة داخل الفراغ، وهنتكلم عن شبكة الحديد أو قفص الحديد ده بالتفصيل. ده كان أسلوب سريع بنتكلم عنه، دي طريق أحد إحدى الطرق للخوازيق. الطريقة ديت هي إن إحنا بنصب الخرسانة قبل عملية انزال شبكة الحديدة وقفص الحديد. لكن في طريقة تانية اللي هي طريقة الكيسون، وهنبدأ نتكلم عنها ان شاء الله. اشكركم جدا يا شباب، اسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي. جزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.